السلام عليكم. وصلنا إلى بيج 44. Reading. Read the brochure about Antarctica to find out what happens there in the summer. Would you consider visiting Antarctica? Explain. اقرأ هذا الكتيب brochure كتيب أو نشرة عن القارة القطبية الجنوبية. To find out لتجد ماذا يحدث هناك في الصيف. هل تفكر بزيارة القطب المتجمد الجنوبي؟ وضح. A trip to Antarctica. Do you know a place where it is day for 6 months of the year? هل تعرف مكانا حيث يكون يوما واحدا لمدة 6 أشهر في السنة؟ أي أن الشمس لا تغيب خلال 6 أشهر. Do you also know where ice and weather, not clocks and calendars, determine where and where people travel? أيضا هل تعرف أين يكون الطقس والجليد؟ وليس الساعات والتقويم هي التي تحدد أين ومتى يسافر الناس. If you visit Antarctica on one of our adventure trips, إذا زرت القطب المتجمد الجنوبي في واحدة من رحلاتنا للمغامرات, you'll discover a continent that has incredible beauty. سوف تكتشف قارة تتمتع بجمال مذهل أو لا يصدق. Incredible مدهج أو لا يصدق. Antarctica is the southern continent and is surrounded by the Atlantic, Pacific and Indian oceans. قارة القطب المتجمد الجنوبي هي القارة الجنوبية وهي محاطة بالمحيطات المحيط الأطلسي الهادي والهندي. إذن Atlantic أطلسي, Pacific هادي المحيط الهادي, Indian oceans المحيط الهندي. If you come on one of our fascinating trips, لو أنك أتيت إلى واحدة من رحلاتنا المذهلة fascinating, your adventure will begin with a flight to Argentina. فإن مغامرتك ستبدأ برحلة إلى الأرجنتين, أرجنتينا. From there, you will travel with our guide to Ushuaia. من هناك سوف تسافر مع دليلنا إلى أوشوايا. The most southerly city in the world. أكثر المدن في الجنوب في جنوب الكرة الأرضية في العالم. And join our special ship. وتنضم لسفينتنا الخاصة. On the way to the South Pole. في الطريق إلى القطب الجنوبي. Our ship passes through amazing scenery. فإن سفينتنا تعبر أو تمر عبر مشاهد مذهلة. سيناري مشاهد أي مشاهد طبيعية. If you go on deck, إذا ذهبت إلى سطح السفينة, deck سطح السفينة, you will see huge icebergs. سوف ترى جبال قمم جليدية ضخمة, القمم التي تكون في البحار. As well as whales, وأيضا حيتان, seals, فقمات, and many different seabirds, والعديد من طيور البحر المختلفة. Our team of experts, فريقنا من الخبراء, experts خبراء, will be there to help you if you have any questions. سيكون هناك لمساعدتك إذا كان لديك أي سؤال. Passengers go on trips every day if it's sunny. المسافرون يذهبون في رحلات كل يوم إذا كان الجو مشمس. One of our most popular trips is to Half Moon Island. إحدى أكثر رحلاتنا شهرة, popular محبوب أو مشهور, تكون إلى جزيرة Half Moon. Passengers can also spend an afternoon at the boiling hot springs of Deception Island. المسافرون أيضا يستطيعون قضاء فترة بعد الظهر في ينابيع Springs, الينابيع الحارة التي تغلي لجزيرة Deception, اسمها Deception Island. Deception هو الخداع. There is a lot of time to enjoy your trip. يوجد الكثير من الوقت لتستمتع برحلتك. Because it's light for 24 hours a day. لأنه light هنا هو ضوء, ولكن أيضا أنه نهار لمدة 24 ساعة في اليوم. During the summer, خلال الصيف, in the Antarctic, في القطب المتجمد الجنوبي. About a trip to Antarctica, رحلة في المركب إلى القطب المتجمد الجنوبي أو القارة القطبية الجنوبية.
is an unforgettable experience. هي رحلة لا يمكن نسيانها. Unforgettable. Please remember. الرجاء التذكر. Our boat trips are from November to February. رحلات المركب الخاصة بنا يكون وقتها من شهر تشرين الثاني إلى شهر شباط. We don't take passengers to Antarctica unless it is summer there. نحن لا نأخذ المسافرين إلى القطب الجنوبي إلا إذا كان الوقت صيف هناك، أي أن وقت الصيف في القارة القطبية الجنوبية يمتد من شهر تشرين الثاني إلى شهر شباط. You need warm clothes if you come. تحتاج إلى ملابس دافئة إذا أتيت. Don't get too close to the wildlife. لا تقترب كثيرا من الحياة البرية، أي من الحيوانات الموجودة هناك. Some animals attack if you come near them. بعض الحيوانات تهاجم إذا اقتربت منهم. There are no banks in Antarctica. لا يوجد بنوك في القطب المتجمد الجنوبي. If you want to buy something, you'll need some money. إذا أردت شراء شيء ستحتاج بعض المال، أي أن بطاقات البنوك لا تعمل هناك، لا يوجد بنوك. If you book before 1st September. إذا حجزت للرحلة قبل تاريخ الأول من أيلول. You'll get a free visit to the Amundsen Scott Research Base. سوف تحصل على زيارة مجانية إلى قاعدة أبحاث أمندسن سكوت. Comprehension. تمارين الإدراك أو الاستيعاب. Read the brochure again and complete the following table with the information from the text. علينا أن نقرأ الكتيب مرة ثانية ونملأ المعلومات في هذا الجدول باستخدام جمل كاملة. Use full sentences. Antarctica. Location. الموقع. Weather. الطقس. Day and night cycle. دورة الليل والنهار، أي تعاقب الليل والنهار. Boat trips. رحلات الزوارق. Wildlife. الحياة البرية. Location. الموقع. Antarctica is in the South Pole. هي في القطب الجنوبي. And is surrounded by the Atlantic, Pacific and Indian Oceans. وهي محاطة بالمحيطات الأطلسي والهادئ والهندي. Weather. الطقس. The weather is cold. الطقس بارد. Day and night cycle. It's light for 24 hours a day during the summer. تعاقب الليل والنهار، يكون دائما نهار لمدة 24 ساعة خلال الصيف. Boat trips. رحلات الزوارق. Boat trips are from November to February. رحلات الزوارق تكون من شهر تشرين الثاني إلى شهر شباط. Wildlife. الحياة البرية. Passengers on deck will see whales, seals and many different seabirds. المسافرون على سطح السفينة سوف يشاهدون الحيتان، الفقمات والعديد من الطيور البحرية. Page 45. Reading. Complete Jamil's email with the correct words from the box. أكمل البريد الإلكتروني لجميل بهذه الكلمات. Boat trip. رحلة في الزورق. Shrimps. قريدس أو روبيان. Snowstorms. عواصف ثلجية. Sea turtles. سلاحف البحر. Frozen. متجمد. Wildlife. الحياة البرية. Dear Fadi. I am having the most incredible time in Aqaba on board the ship sailing across the Red Sea. أنا أقضي أكثر الأوقات متعة في العقبة على ظهر السفينة التي تبحر عبر البحر الأحمر. The ship stops every 6 hours. السفينة تتوقف كل 6 ساعات. So we can dive into water. لذلك نستطيع الغطس إلى الماء. Dive. يغطس. I've seen some amazing scenery. لقد رأيت مشاهد طبيعية رائعة. Lovely coral reefs. Coral reefs. حياد مرجانية أو شعب مرجانية جميلة أو مذهلة. Gentle water currents. Currents. تيارات. تيارات مياه لطيفة. And many multicolored fish. والكثير من الأسماك المتنوعة الألوان أو المتعددة الألوان. It's really beautiful. إنها جميلة حقا. There's a lot of incredible فراغ to observe. يوجد الكثير من فراغ مذهل لي تراقبه أو تراه. ما الذي سنراه في مكان عام كهذا؟ سنرى الحياة البرية. سنراقب في ذلك المكان الحياة البرية. إذن incredible wildlife to observe. If you look carefully. لو نظرت بعناية. You will see marine creatures. سوف ترى المخلوقات البحرية. marine بحري.
of all sizes من جميع الأحجام. You see tiny fish سوف ترى أسماك صغيرة جدا such as. ما هي هنا الكائنات أو الأسماك الصغيرة؟ لدينا shrimps أي القريدس أو الروبيان. And big creatures ومخلوقات كبيرة such as. ماذا لدينا هنا مخلوقات كبيرة تعيش في البحر؟ لدينا sea turtles السلاحف البحرية. Did you know that sea turtles هل علمت أن السلاحف البحرية are found in all oceans موجودة في جميع المحيطات except in the Arctic ما عدا في القطب الشمالي. That is because وذلك بسبب they can't survive لا يمكنها أن تنجو أو تبقى لا تستطيع البقاء in فراغ water إذن هي لا تستطيع البقاء في أي مياه frozen المياه المتجمدة blizzards العواصف الثلجية and ماذا أيضا snowstorms عواصف الثلج أيضا blizzards عواصف ثلجية عنيفة snowstorms عواصف ثلجية إذا قلنا blizzards عواصف ثلجية عنيفة. If they travel to cold regions إذا سافرت إلى مناطق باردة أي السلاحف البحرية they will die سوف تموت. That is why they only live in warm waters لذلك هي تعيش فقط في المياه الدافئة. So I guess you didn't spot any during your Arctic فراغ last year. لذا أنا أعتقد أنك لم تلاحظ أو تشاهد أي منها أي السلاحف البحرية أثناء Arctic ماذا بقي لدينا كلمة boat trip أثناء رحلتك في الزورق إلى القطب الشمالي في العام الماضي. You would love it. كنت ستحبها أو كنت ستحب ذلك أو تلك الرحلة if you were on this boat trip لو أنك كنت معنا في هذه الرحلة على الزورق. Best wishes أفضل الأمنيات جميل. Grammar The second conditional الحالة الثانية لجملة الشرطية if Complete the second conditional sentences with the correct form of the verbs in brackets. قلنا في التمرين السابق أن الحالة الثانية لإف الشرطية يكون لدينا قسمين للجملة. القسم الأول بعد إف يكون الفعل بعده بالتصريف الثاني للفعل past simple. القسم الثاني من الجملة نستخدم would ثم الفعل مجرد. If I visited Antarctica in winter, I think it would be a bad idea. إذا لدينا هنا إف ثم الفعل visit أصبح past simple visited ثم would be. Number two. If you go on a trip to Wadi Rum, you would enjoy it. لدينا القسمين بوضوح. If ثم ماذا نفعل بهذا الفعل؟ نضعه في التصريف الثاني. Past simple. If you went on a trip to Wadi Rum, you would. لدينا you'd هذه اختصار you would ثم enjoy. الفعل مجرد بدون أي إضافة. If we not see any penguins in the South Pole, I would be very surprised. I would be. القسم موجود كما هو. القسم الأول if we بعد ال if past simple if we ونفي أيضا if we didn't see any penguins if sea turtles live in cold water they would die would ثم فعل مجرد إذن في القسم الأول if ثم التصريف الثاني if sea turtles lived in cold water would you go diving in the Red Sea if you get the chance لدينا if ثم الفعل يجب أن يكون في التصريف الثاني if you got the chance. لاحظوا في الجملة الأخيرة لم نبتدأ بif ابتدأنا بالقسم الثاني من الجملة الذي يوجد فيه would وقلنا في هذه الحالة لا نضع فاصلة بين قسمي الجملة. لاحظوا لا يوجد فاصلة هنا بعد القسم الأول. والآن مع فقرة speaking التحدث. Imagine you are thinking about going on a boat trip to Antarctica. تخيل أنك ستذهب في رحلة في السفينة إلى القطب المتجمد الجنوبي. And you are asking Fadi وأنت تسأل فادي what it would be like before you decide to go. كيف سيكون الوضع قبل أن تقرر الذهاب. In groups ask and answer the questions. علينا أن نسأل هذه الأسئلة. Use the text in exercise 1 to help you. سنستخدم النص في التمرين الأول لمساعدتنا. الأسئلة ستكون كالتالي. If I went on deck لو ذهبت على سطح السفينة what scenery would there be؟ ما هي المشاهد التي ستكون هناك أي المشاهد الطبيعية؟ What animals would I see؟ أي حيوانات سوف أرى؟ What would I do if it was sunny؟ ماذا سوف أفعل لو كان الجو مشمساً؟ Would I need warm clothes؟ هل سأحتاج لملابس دافئة؟
Would I see any polar bears؟ هل سأرى أي دببة قطبية؟ لدينا هنا مثال عن السؤال الأول. If I went on deck, what scenery would there be؟ لو ذهبت إلى سطح السفينة، ما هي المشاهد التي سأراها؟ There would be huge icebergs. سوف تكون هناك قمم جبال جليدية ضخمة. لاحظوا هنا الهدف من هذا التمرين والتحدث التدريب على الحالة الثانية لإف الشرطية، وقلنا أن الحالة الثانية لإف الشرطية هي حالة متخيلة لم تحصل، هي قد تحصل ولكن قد تكون بعيدة الوقوع، احتمال وقوعها بعيد. لدينا هنا if I went، قلنا بعد if التصريف الثاني التتمة there would be would ثم التصريف المجرد للفعل. سنرى الأجوبة على هذه الأسئلة. إذن السؤال الأول سيكون جوابه There would be huge icebergs. الثاني You would see whales, seals and penguins. الثالث You would spend an afternoon at the boiling hot springs of Deception Island. الرابع Yes, you would need warm clothes. It's very cold in Antarctica. 5. No, you wouldn't. There are no polar bears in Antarctica. Writing Imagine you are visiting the Red Sea. تخيل أنك تزور البحر الأحمر. Write an email to a friend. اكتب بريد إلكتروني، رسالة بريد إلكتروني إلى صديق describing your visit. تصف فيها زيارتك. What scenery and marine life can you see? أي مشاهد طبيعية وحياة بحرية تستطيع رؤيتها؟ هذا الجواب متروك لكم. Research box. How old is the Red Sea? هذا أيضا بحث خاص بكم لتعرفوا كم عمر البحر الأحمر.